كان أعظم كاتب لم يكتشفه العالم بعد. بصدق أقسم لك وأقول لك هذا الحديث أنا أكتب واقفا. ما كان يقول هيمينغواي، هيمينغواي يقول كان الكتابة خاصة تعود عليه بمرضه. وقع ديال سحب جائزة اتحاد كتاب المغرب من 9 ديال الكتاب اللي فازوا فيها، وقعة شهيرة من طرف الوزير السي محمد بن سعيد. السؤال اللي ربما كيطرح عندي أنا شخصيا بشكل دائم، القضية ديال الهروب ديال الشخصيات الأبطال ديال الرواية، واش بصح ربما كاتب هو كيصنع أبطال روايته وفي التالي مع الأحداث مع الزمن المرور الزمن ديال الكتابة كيهربوا ليه الشخصيات ما كيبقاش متحكم فيهم؟ الجرأة اللي تحدث بها محمد شكري، ولو تكتب الآن أكثر منها، ولو أنك تكتب عاري وتسير عاريا لن تصل إلى نجد محمد شكري، لأن كل واحد يجب أن يقول كلمته ويمضي في زمانه كما قال محمد شكري في زمانه.